محتاج حاجة في حياته، وما أقصر حوائجنا في تلك الأيام، أيام صعبة، أيام ثقيلة على الكل. ربنا يا رب يعديها بخير، ربنا يوسع رزقنا جميعا، ربنا يعطي كل مشتاق ما يتمنى بأمر الله سبحانه وتعالى من مال وبنون وصحة وستر وبيت آمن وصحبة طيبة بأمر الله سبحانه وتعالى. هتتوضى وتصبغ الوضوء وتروح تصلي صلاة بعد صلاة العشاء بأمر الله عز وجل. بعد ما بتخلص صلاة العشاء بتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى لقضاء الحوائج، وبتستمر زي ما انت في اتجاه القبلة، وبعد كده بتقرأ السورة الكريمة الشريفة اللي هي سورة يوسف. طب هل بقرأ سورة يوسف كده وخلاص وأقوم؟ لا، ليها كيفية في القراءة، وهي ديت اللي هتكلم عنها دلوقتي عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم بأمر الله سبحانه وتعالى. بس في حاجة مهمة، انك قبل ما تبتدي في القراءة بعد صلاة ركعتين قضاء الحاجة وهي استفتاح الأعمال وهي الاستغفار، تستغفر ربنا سبحانه وتعالى 100 مرة وبتصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام 100 مرة، وبتسمي بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، وبعد كده بتبدأ في قراءة السورة لحد ما تصل للآية ويتم نعمته عليك، بترددها 11 مرة. أنا قلت ليها كيفية في القراءة، مش قراءة عادية يعني هنردد بعض الآيات بعدد معين. بتقرأ السورة وبعد كده بتوصل للآية ويتم نعمته عليك، بترددها 11 مرة، وبعد كده بتكمل وبتوصل للآية والله المستعان على ما تصفون، بتقرأها 100 مرة. من فضلكم ركزوا، والآية والله غالب على أمري بتقرأها 100 مرة، بتكمل قراءة لحد ما بتوصل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، بتكررها 100 مرة، بعد كده بتكمل قراءة بتوصل للآية الكريمة ديت وبتقول قال الله على ما نقول وكيل، بتقرأها 11 مرة، والآية فهو قزيم بترددها بعد بتردد بعدها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 10 مرات، بعد كده بتكمل للآية وهو أرحم الراحمين 100 مرة، وبتوصل عند الآية وخروا له سجدا، بتسجد في الأرض بأمر الله عز وجل وبتطلب من الله حاجتك، وبعد كده بترتفع من السجود وبتصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام 10 مرات، بتردد حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير 41 مرة، وبعد كده بتكمل إلى الآية إن ربي لطيف لما يشاء 11 مرة، وبتقول يا لطيف ألطفني في جميع أحوالي كما تحب وترضى 3 مرات، وبتكمل لحد ما بتوصل إلى الآية أنت ولي في الدنيا والآخرة 100 مرة بأمر الله عز وجل، وبعد كده بتكمل لنهاية الصورة وبتطلب حاجتك بأمر الله سبحانه وتعالى. ديت من الأسرار المكتومة المكنونة عن صدور الأولياء الصالحين والعارفين بالله، وربنا يا رب بأمر الله عز وجل يقضي جميع حوائجكم ويجعلني سبب في أني أكون سبب في الخير ليكم بأمر الله سبحانه وتعالى. وأتمنى من كل اللي شاف الفيديو إن هو يشيره عشان غيره يستفاد، وتفضل في ميزان حسناتك.